معي بكلينيك اليوم دكتور رولا حسني سماحة. صباح الخير دكتور. حضرتك أخصائية أمراض جرثومية والتهابات، وحضرتك أيضا رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية. هالجمعية اللي لها عشرات السنين، تقريبا 16 سنة موجودة، وعم تهتم أكيد بكل التطورات بكل جديد بهالمجال بالذات. أعطيني هيك لمحة سريعة عن الجمعية قبل ما ننتقل للمشاريع الحالية. هي جمعية تأسست سنة 92، جمعية علمية تابعة لنقابة الأطباء من ضمن البروغرام العلمي تبعولهم. نحن اختصاصية بهالمجال، نكون مع بعضنا، نتعاون مع بعضنا، نشتغل مع بعضنا لحتى ننمي المعرفة عنا وعند الناس وعند الناس المش متخصصين بهالموضوع، وكمان نعمل أبحاث بهالمجال ونطور الأشياء اللي فينا نطورها بلبنان. وكيف عم بيكون العمل أو كيف عم بيكون التطور بهالمجال بالذات؟ يعني نحن بنعرف هالمجال هو من أصعب المجالات. قدي أوقات بنسمع أنه صار معه فيروس وما عرفنا شو هو، أو صار في التهابات وما عرفنا شو هن، وكتير يعني عم بتصير أوقات بتكون نتيجة كتير بشعة. هلأ أهم مشكلة هي وجود الجراثيم عن جديد، يعني إذا سمعت عن الإيبولا والكورونا فيروس اللي هي أمراض قديمة بس عم تجي بطريقة وباء، يعني طريقة outbreaks. وأكيد الموضوع الثاني المهم هو المقاومة عند الميكروبات للمضادات الحيوية، يعني resistance, antibiotic resistance. اللي هو موضوع كتير بهم الناس، خصوصا أنه في كتير ناس عم بيكون عندها النوع من الالتهابات وعم بيكون في صعب كتير علاجها ومتابعتهم، ومضاعفات كتير بتصير عندها المرضى وحتى حالات موت. الجمعية ناشطة بهالمجال، عم نشتغل يعني مع عدة منظمات، إن كانت منظمة الصحة العالمية وإن كانت وزارة الصحة، حتى نحسن الوضع بلبنان قد ما فينا، نشوف شو في أشياء جديدة نقدر نستعملها، نجرب نحد من استعمال المضادات الحيوية بشكل عشوائي وشكل مش مزبوط اللي هو بيؤدي لهالمشاكل. وأكيد عم نكون نعمل يوم عالمي عن هالموضوع بأيلول. بأيلول عادة ب 18 أيلول. في أسبوع عالمي نحن بنكون شاركين فيه مع كل كذا جمعية بالعالم بنفس الوقت، بنحكي عن هالموضوع، بنحكي للعامة وبنحكي للناس. الجمعية كمان ناشطة على مستوى المدارس، البلديات، بنروح بنعطي محاضرات، بنجرب نساعد قد ما فينا. شو بتكون التوعية بهالمجال دكتور؟ يعني عاد واحد ما يستعمل هالمضادات الحيوية إلا عند اللزوم بالطريقة المضبوطة للمدة المضبوطة. هيدا مختصر مفيد، بس بدك تفسري ليش وكيف. بقى منفسر شوي، منشرح شوي، منقنع العالم انه ما يروحوا ويبلشوا يستعملوا مضادات حيوية بلا سبب. لانه هي بتأذي اكثر. وحاليا عندكم كونغري يمكن قريب، اي متى رح بيكون وين وكرمال شو؟ اكيد مؤتمرنا السنوي هو ب 19، ببلش ب 19 شباط 19 20 21. هذا مؤتمر كل سنه بنعمله، بيشارك فيه اختصاصيه بالمجال من كل أنحاء العالم، يعني جينا محاضرين من أمريكا، من يوروب، من بلدان العربية. سو كتير عنا محاضرين، السنة كان كتير في قبول وإن شاء الله يكون ناجح. وحنغطي كل المواضيع الجديدة، وحنغطي مواضيع الأوبئة، حنغطي مواضيع التطعومة للصغار وللكبار، حنغطي موضوع المقاومة تبع الجراثيم كمان. يعني في كتير مواضيع. يعني كيف واحد بيقوي شوي مناعته إجمالا تحديدا للولاد يمكن؟ مظبوط، هي نحكي عن الفاكسينز، يعني الأطعمة عند الأولاد. هلأ كمان حنعرض كل الأبحاث اللي عملوها المتخصصين بهالحقل بلبنان، وهذا شيء نحن بنشوف حالنا فيه إنه عم نشتغل كلياتنا سواء نتعاون مع بعضنا. في guidelines كمان انكتبت من الجمعية كيف نحكم هالالتهابات المختلفة بالطريقة العالمية اللي بتطبق علينا مع المعطيات اللي عنا إياها. في إحصاءات عم بتصير على أنواع الميكروبات الموجودة عنا وشو كيف فينا نعالجها ونمنع أنه تنتشر. أكيد في كمان دائما كل سنة نحن بنعمل workshop لكل النورسات بلبنان عن توقيف انتقال الميكروبات بالمستشفيات، وهذا موضوع كتير بهمنا وعم نشتغل عليه كتير كمان.
لأن يمكن هالموضوع أخذ شوي أهمية السنة كمان لأنه سمعنا أنه صارت كتير. شو الأسباب؟ هلأ في عدة أسباب، شغلة مخطط طويل عريض، بس هلأ أنا بحب طمن العالم أنه بلبنان في أكريديتيشن للمستشفيات، يعني في هالقسم هيدا متطور كتير صار عنا، عم نعمل جهدنا أنه نطوره ونحسنه بشكل أنه نتفادى هالشي. ما فينا نوصلها للزيرو، ما فينا نوصل هالشغلة للزيرو، بس فينا نقلل منها، فينا نخفف منها قد ما فينا، وهذا اللي عم نشتغل عليه. يعني هيدا الشي طبيعي أنه يكون موجود بالمستشفيات، أنه يكون في بكتيريا أو فيروسات موجودة وبتنتقل، فهون دور المستشفى أنه يحد قد ما بيقدر من هالموضوع. يعني هون لازم نوضح أنه ممكن تصير، بس لازم نكون عاملين نحن كل واجباتنا تجاه المريض تجاه الناس أنه ما نخليها تصير قد ما فينا. دكتور، الجمعية بتضم أطمة علقت الجمعية بتضم أطباء فقط مختصين بالأمراض الجرثومية والالتهابات، أو ممكن يكون في مثل ما ذكرت يمكن نرسات أو هي أي جمعية أشخاص تاني؟ الأفراد اللي بالجمعية هن المتخصصين، أو كمان في عنا تشابتر تابع للجمعية اللي هن الأطباء المختبرات اللي بيعملوا الزرع اللي بيعملوا للميكروبات بالمختبرات، اللي هن كمان فعالين كتير ونشاطهم كتير حلو، ونشتغل دايما مع بعضنا. بس نحن تابعين لنقابة الأطباء، سو لازم يكونوا حكم ومتخصصين بهالمجال بالذات. ولكن إذا بدنا نحكي هيك ناخد نظرة شاملة أكثر عن هالموضوع، غير المختبرات وغير الأطباء، مين معني بشكل مباشر أو حتى غير مباشر بهالأمور؟ نحن اختصاصنا كتير بضم، إذا بتلاحظ التهابات بكل الجسم، يعني ممكن يكون التهاب بالجلد، ممكن يكون بالرواية بالبطن، سو يعني كتير لنا علاقة مع كل الاختصاصات التانيين، نتعاون كتير معهم، نتشارك معهم، أيام نعمل مؤتمرات سوا مع بعضنا لنطلع بمعلومات ممكن تفيد لبنان، وممكن تفيد كمان وزارة الصحة، ممكن تفيد منظمة الصحة العالمية. بنتعاون كمان، نشتغل كتير مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بنشارك بمؤتمراتهم، بنكون كونسلتنت لهم ببعض الأمرار، بنتعاون كل الوقت معهم. حتى في عنا يعني ناس حيجوا يعطوا المحاضرات من المنظمات العالمية، المنظمات العالمية ومن وزارة الصحة، حتى من وزارة الصحة حتى. يعني أكيد اليوم تحديداً تعاون كتير كبير مع وزارة الصحة مثل ما واضح للناس. ليه بيمرق بفترات دكتور هالموضوع بيقوى؟ يعني هالجراثيم بتكتر، هالفيروسات بتكتر وبترجع بتروق الأمور وهيك وهكذا دواليك، يعني شو بيصير؟ في كتير ميكروبات هي ترانسميسبل ديزيز، نحن مسميها ترانسميسبل ديزيز، يعني تنتقل من شخص لشخص. بما أنه في عملية انتقال كل فترة والتانية ضمن الظروف المواتية لهالشي، بصير في ظروف معينة يعني مواتية لهالشي بسبب هالانتقال يصير يكتر ويزيد. وهون نحن واجباتنا أنه نشتغل، مش نعالج بس نمنع هالشي يصير بقدر الإمكان، نحد منه وقت اللي يصير ونعالج بالطريقة اللي لازم نعالج. رح نحكي عن كل هالأمور والتوعية تحديداً بعد هالوقفة. نتابع كلينيك وحديثنا مع دكتور رولا حسني سماحة، دكتور حضرتك أخصائية أمراض جرثومية والتهابات، واليوم عم نحكي عن الجمعية المختصة بها الموضوع بلبنان يلي أيضا حضرتك رئيسها. عم نحكي عن كل التطورات والكونغري يلي رح بيصير ب 18-19-20 صحيح؟ 19-20-21 بلبنان. وأهم شيء يعني وعم نشدد اليوم على التوعية يلي عم تشتغلوا عليها كجمعية، توعية إن كان بالمدارس أو بالمستشفيات مع الممرضات. الأهل قد دورهم كبير بهالموضوع، يعني بين أهل ومدرسة ليحموا هالولاد؟ كتير كبير دور الأهل. نحن كمان تفاجأنا أنه وقت بلشنا نروح على المدارس لقينا قبول كتير من الأهل، شيء كتير حلو، نحن يعني منحب هالشي، وفكرنا أنه يمكن تكون شغلة صغيرة بس صارت شغلة شوي كبيرة. كتير في أسئلة من الأهل، كتير في تعاون منهم، عم نعطي المؤتمر بشكل كتير مبسط، عم ينبسطوا كتير، عم بيصير عندهم نظرة
الامور الطبيه مزبوطه. مع كثير عم يكون في هيك مثل اخذوا عطا بيناتنا كثير حلو، وهالشيء عم يستمر. نحن عندنا الويب سايت تبعولنا، في اي حدا يفوت عليه، في محاضرات حتى محطوطه، المحاضرات اللي عم نعطيها بالمدارس موجوده اذا حدا بحب يقراها، اذا حدا بحب هو كمان يجرب يعطيها اذا كان اختصاصي او بيقدر يساعد بهالشيء موجود. وفي انتر اكشن على الويب سايت تبعولنا. شغله كثير كثير مهمه بحب خبرك عنها، انه نحن هاي اول سنه بنعمل جرين ايفنت. المؤتمر تبعولنا هو جرين ايفنت. نحن صحيه جمعيه علميه بس نحن تابعين للبنان، اللبنانيه، وعندنا واجبات تجاه المجتمع. انا هيك بشوفها، وهذا الشيء اللي جربت دخله، انه نحن عندنا واجبات تجاه المجتمع تبعولنا من كل النواحي. بقى واحده منه انه نكون كمان جرين، انه نجرب نوفر على المجتمع بوليوشن، التلوث يعني. بتقولي كيف بيكون مؤتمر كيف؟ صحيح كيف بيكون؟ اكيد اول شيء نحن عم نستعمل البيبرلس سيستم، يعني ما بنستعمل ورق، ما بنستعمل، يعني كله عم يكون باي انترنت، باي ايميلز، باي اي مسجز، باي يعني without access cost اللي بيسبب الكتروني اجمالا. هلا مثلا نحن يمكن هاي اول مره بتصير بلبنان انه مؤتمر له ان ابلكيشن. وي جاست فينيشد الابلكيشن تبع المؤتمر. يعني شو هي الابلكيشن للي بحب ينزلها؟ 16 كونغرس اوف انفكشس ديزيزز. اذا they can google it اذا ما لقيوا exactly، بس if you go on the جبتي لنا فلاير هلا بنرجع بنشوفه على كل على الشاشه هيك لناخذ للي بحب يسجل المعلومات كلها. والمؤتمر كمان نحن بنجرب كل شيء، ما نستعمل فيه شيء بيلوث. حتى السيارات عم نجرب نستعمل سيارات سيف وهايبريد، ما تصرف كثير، ما تلوث كثير الجو. اذا بتشوفي الباكس تبعولنا ريوزبل ماتيريال اللي بتستعملون على البانويات، عم نشيلهم نستعملهم، عم نعمل كونكشن معكم شوي، عم نستعملهم عم نعملهم باكس فيري سبيشال، فيري نايس. كل شيء عم نجرب نعمل ريسايكلينج بالمؤتمر نفسه. انا وير جوينج جرين. انا بعتقد انه كل واحد باي بلد لازم يخطي هالخطوه، لازم يساعد المجتمع تبعه. شغله ثانيه كمان انه نحن عم نجرب نساعد بالنسبه للاجئين، الامراض الموجوده، الاوبئه الموجوده، كيف فينا نساعدهم، كيف فينا نعمل توعيه. كيف صعب انه تنحد هالامور دكتور؟ صعبه، هي صعبه، بس كمان وجباتنا متى ما كان عندنا لاجئين، نحن عندنا وجبات طبيه تجاههم، يعني بنحكمهم ببلاش، بنساعد، بنعطي طعومه، بنعطي راينا بمواضيع معينه. وهلا قسم من المؤتمر كمان حينحكى عن هالموضوع. هيدا كثير في شغل بلبنان، كثير في ثقل على لبنان لانه في مصروف كثير، ومثل ما قلتي شغله صعبه، شغله مش هينه، بس احنا شغله صعبه لانه يعني هو هالموضوع بالذات كثير صعب انه ينحصر. كيف تأذى فيها هالكم الهائل منه، يعني الجراثيم البكتيريا؟ يعني الاوضاع اللي هنا عايشين فيها لازم تكون احسن، وعم نجرب نساعد كمان نحن بهالشيء. يعني عم نعمل وجبتنا العلميه بقدر الامكان بهذا الوقت. الاولاد عندهم دور بهالموضوع؟ الأولاد يساعدوا أو ينتبهوا من الوقاية. الوقاية، عملية غسيل الإيدين، شغلة كتير مهمة منعلمها للأولاد، ونضل نعلمها بالمدارس، أنه كتير الأشياء اللي بتخليك ما تلقطي ميكروبات هي نغسل إيدينا، ويكون سيستم الفنتيليشن يعني التهوئة جيدة، هذا كتير بيساعد. والأكل يكون بطريقة صحية معمول، وطريقة مزبوطة إلى أصول أو قواعدها. بعتقد كتير من الأمات بلبنان بيعرفوها، لأنه نحن من الناس اللي كتير شوي. بعدنا هلسي وبعدنا نيئه اذا بدك. كثير ننتبه انه الاشياء اللي مش مطبوخه تكون لوحدها، الاشياء المطبوخه لوحدها، نغسل ايدينا بيناتهم وهالشغلات. يعطيكم الف الف عافيه، وان شاء الله بينحد هالموضوع اكثر من ما متوقعين، يعني طبعا بمجهودكم. اهلا وسهلا فيك دكتور رولا حسني سمحه. ميرسي كثير. رح ناخذ وقفه قصيره مشاهدينا، ومن بعدها بنكون مع اخر محطه لواتسون ام تي في. تابعونا.